السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، السيارة اللي ورايا سيارة جديدة من تويوتا لأول مرة توصل عندنا في السعودية. سيارة في فئة جديدة وبتنافس بقوة سواء سعرياً أو مواصفات، فكالعادة نكتب معكم بربرة نشوف السيارة. طيب يا سادة كرام، هذه الأوربن كروزر الجديدة من تويوتا، لكن من البداية نديكم الزبدة عشان تعرفوا السيارة هذه اللي احنا بنتكلم عنها في أي مستوى سعري. طيب، كفئات وأسعار للسيارة، السيارة يجي منها فئتين بس، فئة الجي إل وفئة الجي إل إكس. فئة الجي إل قيمتها 79,005 ريال، الخمسة قبل 79. الفئة الثانية من السيارة حيكون قيمتها 88,205 ريال، فرق بالضبط 9,200 ريال بين الفئتين، وفروقات حتكون نوعا ما بسيطة، كلهم حيجوا بنفس المحرك، كلهم حيجوا دخول بصمة، تشغيل بصمة، كاميرا خلفية، حساسات خلفية، لكن الفول كامل حيكون فيها فتحة سقف بانوراما، حيكون مقاعدها جلد، دركسون جلد، أربع كاميرات، هيد ديسبلاي، حاجات بسيطة حنشوفها دحين لما نشوف فئة الفول كامل. طيب يا سادة الكرام، هذه هي السيارة اللي تشوفوها أمامكم، أوربن كروزر، هي السيارة الجديدة من تويوتا. سيارة تيجي في نطاق الكروس أوفر الصغير الحجم، فئة البي تحديداً، تيجي بخمسة مقاعد، وهذا رائد الدب قاعد يتمالح قدام الكاميرا ومسوي إنه مو شايفكم، لكن سيارة جالسة تثبت نفسها من ستاندر فيها مثبت سرعة وإيش؟ وستة إيرباك وفول إيرباك يا عيني. السيارة هذه جاية شراكة ما بين سيارات تويوتا وسيارات سوزوكي، أو شركة تويوتا وشركة سوزوكي بشكل عام، بحيث إنه يدون السيارة سعرياً كويسة في نفس الوقت بمواصفات لطيفة، والسيارة هذه تصنيع الهند. طيب، نجي نتعرف كده على أبرز المواصفات الموجودة في السيارة. زي ما قلت لكم، الفئة اللي قدامنا هي فئات الفل كامل، ما تجي برادار أمامي، لكن تجي بكاميرا أمامية في فئة الفل كامل. الإضاءات زي ما تشايفين في الأعلى إضاءات الليد النهارية، في الأسفل إضاءات LED على جميع فئات السيارة وليس فقط فئة الفل كامل، وهذه نقطة لطيفة. لو جينا على جانب السيارة، كل فئات السيارة هتيجي بجنوط مقاس 17، وكل فئات السيارة هتيجي بدخول بصمة عبارة عن زر عشان تفتح الباب، وتوقع فيه حساس للدخول، فعفوا زر للقفل وحساس للدخول. بالنسبة لتانك البنزين، زي ما تشايفين تانك البنزين جاي يسار، فنعم السيارة حتوقف زحمة في محطات البنزين، لكن مو إشكال، حنشوف استهلاكها بعد شوية، والتانك حقه يشيل 45 لتر. طيب، لو جينا كملنا على خلفية السيارة، زي ما تشايفين إضاءاتها كمان تيجي LED شكلاً لطيفة، يعني ما هي متصلة، مجرد الجزء اليمين بعدين الجزء الأسود هذا، وتكمل الإضاءات في الجزء الآخر. حساسات خلفية موجودة نعم على كل الفئات، كاميرا خلفية موجودة على كل الفئات، لكن الفئة اللي معانا بحكم أنها فئة الفول كامل حتيجي بكاميرات 360 درجة، نشوفها شوية لما ندخل السيارة. طيب كده على السريع نشوف حكاية المقاضي في الأوربن كروزر. أوكي، باب الشنطة الخلفي يدوي وليس كهربائي. زي ما شايفين هذه السعة الخلفية في السيارة مش بطالة كسيارة استخدام داخل المدينة، أنت ما تحتاج سعة مرة كبيرة، هي الكلام لو تبي تمسك خطوط، وشوف أنت وقتها هذه السيارة حتناسبك أنك تمسك فيها خطوط، بالذات حنيجي على محركها بعد شوية. في الأسفل في عندنا استبنة، جنط عادي وليس نفس الجنط اللي جاي على السيارة، ما في إشكال. في عندنا هنا مساحة تخزين يمين، مساحة تخزين كمان يسار، فسعة تعتبر جيدة كاستخدام داخل المدينة، مقاضي، عربية أطفال، حاجات زي كده ما عندنا إشكال. يفتح معك يدوي يا حبيبي، إيش حيصير؟ حيقفل معك كمان يدوي. طيب، كمحرك للأوربن كروزر، نتكلم عن محرك وحيد على جميع الفئات، محرك 4 سلندر 1500 سي سي، تنفس طبيعي بدون تيربو، حيدينا 101 حصان وعزم 135 نيوتن متر. من ناحية السحب، فهو سحب أمامي على السيارة، والجير بوكس على السيارة حيكون أوتوماتيك 6 سرعات وليس سي في تي، وهذه النقطة اللطيفة في السيارة. من ناحية تقنيات المحرك، حيكون في عندنا تقنية المايلد هايبريد أو الهايبريد الخفيف على السيارة، حيكون في بطارية صغيرة 12 فولت مجرد تساعد السيارة على الانطلاق، فبالتالي يزيد أو يتحسن استهلاك البنزين معاك، وفي نفس الوقت لما تطفي السيارة بنظام الأوتو ستارت ستوب كل حاجة في السيارة حتفضل شغالة، المكيف أو الكمبريسور ما حيفصل عليك، الحاجات الموجودة على السيارة من ناحية مسجل أو شيء وغيرها كلها حتستخدم البطارية الصغيرة اللي هي الـ 12 فولت. طيب، وبالنسبة لاستهلاك البنزين، زي ما انتم شايفين 19.8، ومقيم ممتاز بلس حسب بطاقة كفاءة الطاقة، ويقبل بنزين 91، فكاستهلاك كمان نقطة تحسب للأوربن كروزر. طيب، على السريع نجي نتعرف على داخلية الأوربن كروزر. طيب كده ناخذ كده اللفه السريعه على داخليه الاوربن كروزر ونبدا بالتفاصيل.
كالعادة يا سعادة نبدأ بدركسون السيارة. زي ما تشايفين هو دركسون دائري، ما هو دي شاب مشطوف هنا أسفل، لكن ملبس جلد، وهذا شيء موجود فقط في فئة الفول الكامل. الفئة الأقل لن يكون ملبس بالجلد، لكن في جميع الفئات حيكون في عندنا زرير تحكم بالميدان موجودة، نعم، مثبت السرعة موجود على كل الفئات. يظهر لي أنه هنا عندي أوكي شيفترز، تبديل سرعات من خلف المقود. نقطة لطيفة، لو يعني أبغى أشد على السيارة كده شويتين يكون عندي إيش شوية نفس رياضي للسيارة. من ناحية عدادات السيارة زي ما تشايفين عدادات بسيطة طبيعية، يمين يسار أنالوج، ما فيها أي تعقيد. في النص حيكون في عندي شاشة مقاسها 4 إنش تقريبا، تدينا أتوقع كده قراءات بسيطة عن السيارة، لكن يظهر لي مفتاح ما فيه فماني قادر أخذ القراءات. لكن بشكل عام شاشة ملونة مقاسها 4.2 إنش. لو جينا على الأعلى تلاحظوا معايا في عندنا هيد أب ديسبلاي، على الأقل موجود في فئة الفل كامل، برضها نقطة لطيفة، بحيث انه هيد اب ديسبلاي في سيارة قيمتها اقل من 100,000 نقطة تحسب لأوربن كروزر. طيب لو جينا على الوسط حيكون في عندنا هنا شاشة مقاسها 9 انش في فئة الفول كامل و7 انش في الفئة اللي اقل. يظهر معاكم هنا اللي هي الكاميرات ال 360 درجة في السيارة، نقطة لطيفة، 4 كاميرات برضو في سيارة قيمتها اقل من 100,000 من تويوتا، منافسة صراحة شرسة صايرة مع الصيني، نقطة لطيفة. هذه من ناحية كاميرات للسيارة، هذه الواجهة الأساسية للشاشة، يظهر لنا سهلة برضو، أنا ما أخش في تفاصيل كثير الآن، لكن برضو من الحاجات المهمة في السيارة إنه هي تدعم أبل كار بلاي وايرلس، نعم برضو نقطة لطيفة. لكن عجبني الانترفيس حق الشاشة كجرافيكس بسيط لكن لطيف، ساعة تظهر لي، توفير الوقود، أتوقع إنه أقدر أسوي كستمايزيشن للشاشة. شوفوا لما بودي من يمين ليسار قاعد يروح ويجي يمين يسار، هنا كده نخش على الميديا، هنا كده نخش على التليفون، فيها أوامر صوتية. فكشاشة في سيارة تعتبر اقتصادية كفيرست امبريشن يعتبر لطيف. طيب نكمل على الأسفل، زي ما تشايفين المكيف عندي إلكتروني، حيكون على جميع الفئات بمناخ واحد فقط، ما في مناخين منفصلة. في عندي تحكم بالحساسات، أوتو ستارت سوب، مانع الانزلاق. في الأسفل حيكون في عندي شاحن جوال لاسلكي. غير السيارة هذه النقطة اللي أنا صراحة عجبتني وكررتها يمكن 6 مرات، إنه أوتوماتيك 6 سرعات وليس CVT. كمل على أسفل، في عندنا الجلنط حق السيارة زي ما أنتم شايفين، جلنط يدوي وليس هاند بريك، أو ما في حتى نظام الأوتو هولد. في عندي اللي هو حاملات أكواب ومساحة تخزين. في عندي سنادة وسطية، سوفار تعتبر مريحة حجما متوسطة ما هي كبيرة. فيها درج سادة في الوسط بدون فتحة USB ولا فتحة ثلاجة. مقاعد السيارة زي ما تشايفين مقاعد جلد جاية 2 تون، حركة لطيفة. طبعا الفئة الأقل ما حتيجي مقاعد جلد، تحكم يدوي حتى على فئة الفول كامل. وبالنسبة لسقف السيارة زي ما تشايفين حيكون سقف بانورامي خاص بفئة الفول كامل بس، الفئة اللي أقل حتكون بسقف حديد عادي، لا سقف بانوراما ولا فتحة سقف. حيكون في عندي سنادة وسطية فيها 2 كاب هولدر. طيب كسعر المقاعدة خلفية الكرسي ده انا رجعته على وراء اخر شيء، والظهر مسدوح شوية بزيادة زي ما انتم شايفين، يعتبر قاعد اوكي. بطانة الكرسي نفسها بطانة لينة، فركبي خابطة في جسم لين. لو رفعت الكرسي ده شوية لمستوى قيادة طبيعي حيكون في عندي سعة خلفية كويسة بشكل عام. غير كده حيكون في عندي في الاسفل فتحات تكييف، وعندي فتحات اليو اس بي، مساحة تخزين. حيكون في عندي سنادة وسطية فيها 2 كاب هولدر. طيب لو جينا على الإرباقات، حيكون في عندي 2 إرباقات أمامية، غير الإرباقات الستائرية، غير الإرباقات اللي تيجي في جوانب الكرسي، وهذا الشيء حيكون على كل الفئات، سواء فئة الستاندر أو الفئة الأقل أو فئة الفول كامل. فبشكل عام برضو كمان نقطة تحسب لي السيارة كسيارة اقتصادية، فيها مواصفات لطيفة سواء للدلع أو للسيفتي. طيب الآن حنطلع تيست درايف سريع عن السيارة، مجرد حناخد فيها لفة سريعة ناخد انطباع القيادة الأولي عن الأوربن كروزر. طيب قبل ما ناخذ التست درايف عن السيارة، شوفوا السيارة كده في الليل بشكل عام، شوفوا شكلها، شكل الإضاءات، وهي بشكل طبيعي واقفة في الشارع، دوبنا صورناها وهي واقفة جوا الشوروم. شكلا تعتبر لطيفة صراحة، إضاءاتها الليد حلوة، اللون ده لطيف كده ذكرني بالكادلك حقي. جنوط في السيارة، سيارة تيجي في بعض الفئات أو بخيار التو تون، هنا تشوفوا مثلا أحمر، سقف أسود، فحسب رغبة العميل يقدر ياخذ السيارة بالشكل اللي يبغاه، يحبها لون واحد، يحب يشوفها بلونين، هذا شيء راجع له. شفنا اللون الرمادي أو عفوا عنابي، هذا قدامنا هنا اللون الرمادي على السيارة، وجاي 1 تون بشكل عام لطيف. شوفوا اللون الأبيض حلو جاي مع 2 تون،
حلو اللون الابيض بالسقف الاسود لطيف. عندنا هنا اللون الازرق بالسقف الاسود كمان لون يعتبر لطيف. وهنا لو تشوف السياره باللون الفضي السقف الاسود. فشكل السياره بشكل عام صراحه عجبني. طيب نطلع بالبيضه سقف اسود ونجرب السياره كلفه سريعه. كانطباع اولي الكرسي مش بطال، اداني حضن لطيف وفي كده تكت ليونه، فنقطه حلوه كانطباع اولي. طيب طلعنا كده بالاوربن كروزر الان. خلينا ناخذ لفه سريعه بالسياره بس عشان ناخذ الانطباع العام عن قياده السياره، وبعدين زي ما قلنا لكم حنستلمها اسوي لكم الفيديو التفصيلي. طيب طلعنا على السريع كده قاعدين نجرب الاوربن كروزر كسياره كروس اوفر صغيره الحجم، محركها اقتصادي. لما نتكلم عن 1500 سي سي 101 حصان، العزميه 35 نيوتن متر، لان نتوقع اداء عالي من السياره، سرعه وتسارعات وتجاوزات اللازم منه. لا ما في هذا الشيء، حنتكلم عن سياره تكون مريحه في انها توديك وتجيبك داخل المدينه باستهلاك ممتاز للبنزين. زي ما شفتوه حوالي 19.8 يعتبر استهلاك في النطاق الممتاز، حتى في البطاقه مصنف كممتاز. لكن كده كانطباع عن السياره بحكم انه فيها تقنيه المايلد هايبريد الخفيف، اول ما تدعس بنزين بشكل عام تحس السياره كده نطت معك، ما حسستك باحساس البطه من الزيرو. لكن لما تزيد على السرعات خلاص حتلقى اداء في النطاق الجيد كسيارات استخدام داخل المدينه. لكن بشكل عام وانا قاعد اسوق السياره الان كده لما بطل بعدادات، شكل العدادات يعتبر حلو، الشاشه اللي في الوسط ملونه، ازارير كامله موجوده على الدركسون سواء للميديا او مثبت السرعه، الشفترز كمان موجودين. عيني لما بتيجي في الشاشه بتيجي على شاشه الجرافيكس حقها بسيط خفيف لطيف. اربع كاميرات حلو انها موجود في السياره، ابل كار بلاي، مكيفه الكتروني، فكده مديتني احساس حلو. وانا بسوق السياره حتى هيد اب ديسبلاي طالع قدامي، فاحس انه كده السياره على سعرها على المواصفات اللي فيها تويوتا قاعده تنافس كده بشكل لطيف. يمكن كده حاجه بسيطه انا تمنيت انها صراحه تكون موجوده في السياره، يمكن هي وحكايه البريك الالكتروني والاوتو هولد، بحكم انها سياره استخدام داخل المدينه بشكل عام. الاوتو هولد نظام مريح، نظام الزحمات، خلاص توقف السيارة تمسك فرامل، تدعس بنزين تمشي، ما تحتاج انك دائما تعلق رجلك على الفرامل، وهذه يمكن النقطة أو الملاحظة الابتدائية اللي شفتها على السيارة، لكن بشكل عام أحس أنها سيارة مريح إني أجي أروح أجي فيها كل يوم من ناحية كرسي، من ناحية تجهيزات، من ناحية أداء. زي ما قلت لكم لا تتوقع أداء عالي من السيارة، بس كده أصنفها كده كسيارة لذيذة. طيب للمهتمين بشكل مفتاح السيارة، هذا المفتاح فتح وقفل الأبواب. يظهر لي انه ما فيها تشغيل عن بعد، لكن بشكل عام سيارات تويوتا ليكزس لو يكون فيها تشغيل عن بعد ما يكون له زر، يكون عن طريق زر القفل، لكن نجرب بعدين. وبس هذا كان فيديو سريع جدا عن الايربن كروزر السياره الجديده من تويوتا. ان شاء الله نكون قدمنا اللي نحتاج نعرف عن السياره، وان شاء الله حتكون السياره معانا، اسوي لكم عنها فيديو تفصيلي كما جرت عليه العاده ووقتها اقول لكم ما لها وما عليها. وبس انا صدفه من الله العلي القدير ان اخطات، فمني انا يحارش انا عارف. شوفكم قريب في فيديو جديد، تجربة جديدة، سيارة جديدة، سفرة جديدة ان شاء الله.